ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ يحيى السنبل من سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. أهلا بكم شيخ إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني في ذكرى السادسة لانطلاق الانتفاضة الشعبية ضد سياسات حكومة الملك الطائفية، كيف تقيم هذه الانتفاضة؟ ألو تسمعوني شيخ؟ ألو شيخ يحيى تسمعوني؟ نعم، إذا أعيد السؤال، إعادة سؤالك. يعني أعيد السؤال، في الذكرى السادسة لانطلاق انتفاضة شعبية ضد سياسات حكومة الملكة الطائفية، كيف تقيم هذه الانتفاضة؟ أخي الكريم، استمرار نهج الظلم والتعسف ضد المواطنين الأبرياء وافتقادهم بأبسط الحقوق الإنسانية هو الذي دفع هؤلاء المواطنين إلى الاعتصامات لرفع الظلم والحيف عنهم. ومع مباركة قوات الاحتلال لكل الجرائم التي تقوم على هؤلاء الأبرياء وعلى تدمير البنى التحتية في هذه المحافظات، إلا أن لم نرى أي حل، وكأنما هناك مخطط مرسوم لهذا الظلم من أجل الوقوع بهذه المدن وتخريبها وتدميرها. نعم، يعني الملك يهدد أكثر من مرة بفضل اعتصامات بالقوة وفعل ذلك، أينما قيل بأن العراق اليوم دولة مؤسسات وحرية التظاهر، بأن هذه الحقوق محفوظة. الاحتلال لم يبقي هناك أي مؤسسات، بل إن حتى ما يسمى بالقضاء العراقي هو قضاء مكيس ويخضع لسلطة البتشيات، وما زال منذ أكثر من 15 عاما على فترة الاحتلال. لذلك عندما ارتكبت كل هذه الجرائم بحق الأبرياء، لم نرى أبدا هناك أي موقف، لا من الأمم المتحدة ولا من قوات الاحتلال ولا من دولة الاحتلال الأمريكية التي كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنها لم تتخذ أي إجراء، بل هي ألبست ثوب الإرهاب أولئك الأبرياء الذين طالبوا بأبسط الحقوق من جراء الظلم والتغييب القسري وكل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والتهميش وقطع الأرزاق والتجويع وانهيار حتى الخدمات الصحية والتربوية لهم. لذلك خرجوا بهذه الاعتصامات السلمية على أساس أن هناك ولو بسيطة أمل لما يسمى باسم الديمقراطية، ولكن ظهر كل ذلك شعارات جوفاء فارغة أمام مرأى العالم. لقد دمروا ودمرت مدنهم واعتقل مئات الآلاف منهم، وما زال إلى حد الآن تشكو هذه المدن من جراء التخريب، إضافة إلى مئات الألوف أو عشرات الألوف من المغيبين والمعتقلين شيخ يحيى، ومئات الآلاف من المفقودين. كيف ترى التظاهرات في محافظات الجنوب العراقي بخاصة محافظة البصرة؟ هل تعد هذه التظاهرات امتدادا لاعتصامات 2013 برأيك؟ ما يجري الآن من اعتصامات في الجنوب أسقط القناع عن هذه الوجوه الطائفية الكاذبة التي كانت تدعي بأن المحافظات الغربية كانت تبحث عن السلطة وإنها كانت اعتصامات طائفية، ولكن إجرامهم بحق العراق بكله قد أسقط عنهم هذا القناع، وتبين أن حالة التدمير والتخريب للبنى التحتية وللتضييق على المواطن العراقي هو في جنوب العراق كما في وسطه وغربه. لذلك جاءت هذه الاعتصامات، نعم، امتدادا لاعتصامات المواطن العراقي في غرب العراق المطالب بحقوقه واستعادة ما يمكن استعادته من أبسط مقومات العيش الكريم في بلده وفي وطنه. نعم، بعد ما جرى من مجازر ضد المدنيين على يد المالكي ومن بعض العبادي، يعني كيف ترى مستقبل العراق؟ وهل نحن في المستقبل القريب أمام إرهاصات ثورة جديدة؟ استمرار حماية الاحتلال الأمريكي لهذه الدمار الفاسدة وما قامت به من إجرام وقتل بحق الأبرياء
هذا هو يدل على أن مسلسل الإجرام ما زال مستمرا في العراق، إلى أن تتخلى هذه قوات الاحتلال أو إدارة الاحتلال عن هؤلاء الفاسدين ليتسنى بناء قضاء عادل ونزيه بإحالة المجرمين إلى المحاكم. ولا بد أن يكون هناك أيضا موقف للمنظمات الحقوقية والقانونية سواء للأمم المتحدة أو للمنظمات العالمية بما جرى في العراق بشكل مكشوف وأمام أنظار العالم. الشيخ يحيى الصنبول أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.